السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد عن دراما رمضان 2023. تشهد عودة 5 فنانين ياسمين عبد العزيز والعوضي ومنى زكي الأبرز بينهم. بيتنافس عدد كبير من الأعمال الدرامية ما بين الكوميدي والصعيدي والأدوار الشعبية، ولعل أكثر ما يميز الموسم هذا العام هو عودة عدد كبير من الفنانين لتقديم أعمال درامية بعد غيابهم العام الماضي، أبرزهم ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ومنى زكي. تعود النجمة ياسمين عبد العزيز هذا العام لتقديم مسلسل ضرب نار الذي يجمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي بعد غياب الثنائي العام الماضي عن تقديم أي أعمال درامية. مسلسل ضرب نار تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته بجوار ياسمين عبد العزيز وحمد العوضي كل من ماجد المصري وسهير المرشدي ودنيا المصري وهدى الأتربي وأحمد غزي وإيمان السيد وبدرية طلبة وأحمد عبد الله وتيسير عبد العزيز وتامر مجدي وآخرون. كما تقدم الفنانة منى زكي خلال المرسوم الرمضاني المقبل 2023 مسلسل تحت الوصاية بعد غيابها العام الماضي منذ تقديمها مسلسل لعبة نيوتن الذي عرض في رمضان 2021، وهو أحد المسلسلات المكونة من 15 حلقة. تحت الوصاية تأليف خالد وشرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميدياب سعدي جوهر، وبطولة منى زكي ودياب ونسرين أمين ورشدي الشامي وعلي الطيب ومها نصار وخالد كمال ومحمد عبد العظيم وعدد آخرون من الفنانين. بينما تعود الفنانة دنيا سمير غانم إلى المرسوم الرمضاني 2023 بعد غيابها 3 سنوات منذ تقديمها بدل الحدوتة 3 عام 2019، حيث تستعد لبدء تصوير مسلسل كوميدي جديد مكون من 15 حلقة جاري الاستقرار على اسمه من إنتاج أحمد السكي وإخراج إسلام خيري، ويشارك في بطولته محمد سلام، بيومي فؤاد، سيد رجب، سلوى خطاب وعدد آخرون من الفنانين. أما الفنان أحمد عيد يعود للمشاركة في الأعمال الدرامية الرمضانية بعد غياب 9 سنوات منذ مشاركته في مسلسل صاحب السعادة مع النجم الكبير عادل إمام عام 2014، مسلسل عملة نادرة تأليف مدحت العدل وإخراج مندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة نيلي كريم وجمال سليمان وزمانة مراد وأحمد عيد وكمال أبو ريا وفريدة سيف النصر وندى موسى ومحمد لطفي ومريم الخشت ومحمد فهيم ورمز العدل وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس ليصلك كل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.